يعتبر شهر رمضان الكريم فرصة لانتعاش الحرف والصناعات التقليدية، فالعائلات الجزائرية تحرص في هذه المناسبة على إحياء العادات والتقاليد من خلال اقتناء المنتوجات التقليدية كقفة الدوم، أطباق الحلفاء والأواني الفخارية. في رمضان دائما الناس تحن إلى الماضي، إلى العادات والتقاليد، وبالتالي احنا نرتاحوا لما نشوفوا الفطور نتاعنا في أواني تقليدية، منها مثلا الطبق وكسرة الخمير اللي هي تزيد نكهة رمضان، واللي الناس دائما تتعلق بهذا الشهر من أجل العادات والتقاليد ويرجعوا للماضي نتاعهم اللي يتذكروا به جدادهم. عندنا نقول هذه القفة والطبق والقلة والقدرة هذه كتبوا بها شربها وطاجين تعطين مشي فخار، والأولوية يحبون الناس يبدلوا أنا ما زال تحوس على الحاجة التقليدية بكل الشأن ربدها من القلة هذه القفة طبق قاع يشروع فيسة التقليدية تاع الفخار كان اللي يدو القفف كان اللي يدو. تعد السلال المصنوعة بطريقة تقليدية من مادة الدومة والحلفاء الأكثر استعمالاً سواء لأغراض التبضع أو الزينة، فلها أشكال وأنواع مختلفة يتفنن الحرفي في صناعتها. كما هكذا كاين قفات كما هكذا تاع الدوم هادو، كاين اللي دوكا النساء بزاف يشبحوا بهم في الكوزينات كما الحشا والشران الصعيط راه يديروهم يشبحوا بهم في الكوزينه، كاين اللي يدي القفه الكبيره كما هذه هي كبيره باش يقضي بها الخضره وكذا. تعمل حاجه تراديسيونيل تغن بزاف الغورس صافي حمل انت فاش تلقين كنا اين نخدم ونصوضر وسكس. منتوجات تقليدية تحمل لنا معها الحنين إلى الماضي وتحافظ على صحة الإنسان والبيئة.